بخير توفي الكلمة بعدين تشوفوا صباح الخير. مرحبا ببلاد تونس ورجال تونس من كل كفاءاتنا في مجالات المتعددة في مجال الاقتصادي وكذلك المجال الاجتماعي، المجال السياسي، المجال الحقوقي وكذلك المجال الدستوري التربوي والثقافي والصحي. أود كذلك أن أتوجه جزيل الشكر إلى المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية شركائنا دائما وأبدا في جميع المجالات لتخدم مصلحة البلاد، السيد عميد المحامي، السيد رئيس الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان، وكذلك السيد رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي. مرحبا بالإعلاميات والإعلاميين. طبيعي جدا تعرفوا المنظمات الوطنية هي دائما تقول خير، تقول تروح مسؤولية، تقول تروح وطنية، وأنه اليوم بلادنا لأكثر من 12 سنة تمر بمنعرجات خطيرة وكثيرة جدا. في تونس هذا الشعب المنفتح على الحضارات، هذا الشعب اللي استثمرت فيه الدولة الوطنية في تنمية العقول في التعليم وفي جميع المجالات، أنه أكيد جدا ننبض العنف ودائما نكون قوة اقتراح، قوة إعداد ملفات، قوة إيجاد سبل لتجاوز كل الهينات والمعوقات. ولهذا السبب أن اليوم انسداد الأفق تقريب أكثر من 12 سنة، وإحنا في العرض بالمعروف، وإحنا في السبب، وإحنا في الاتهامات والاتهامات المضافة، والبلاد قاعدة تغرق. لكن ما عندناش حتى مجال هو أني نلتقي على طاولة الحوار، وكل من جانبه الهدف الرئيسي اللي يربطه هو كيفاش ننقذ بلادنا في جميع المجالات. ولذلك علاش جات المبادرة الوطنية للإنقاذ، لإنقاذ الوطن، باش تكون متكاملة بعد التشاور، بعد ما وضع معناها كل اللمسات الأخيرة. اليوم هذا المنطقة اللي فيه كما قلت تونس تعج بكثير من الكفاءات في كل المجالات، ارتأينا أن نكون كمنظمة مجتمع مدني ونعتمد كذلك على كفاءاتنا في المحاور الثلاثة التي ذكرتها، باش يقع صياغة برنامج يكون متكامل فيه كثير من العقلانية، فيه الاستقلالية. كما قلت الهدف الرئيسي اللي هو ربطنا هو كيفية إنقاذ تونس، اللي يهمنا في اللي يحكم اش يتصور اليوم، واللي يهمنا في الإعارة اش هي التصور بتاعه. احنا كمنظمة مستقلة وكمجتمع مدني نريد أن نسهم معناها إسهامات كبيرة في بلادنا من أجل إيجاد الحلول معناها والمخرجات لقادرة منع بلادنا من الوضع المزري فيه. نعرفوا اليوم إذا مخلف الحوار شنو يعمل؟ باش نمشوا للتحارب؟ لا، ماهيش ثقافتنا كتوانسة. وين باش نمشوا؟ للانهيار الاقتصادي نشوفوا فيه في عدد التجارب؟ لا، كيف ما نجموش نقبلوه. فاحنا في اللحظات الأخيرة للإنقاذ، وذاك على جهة مصطلح الإنقاذ هو إنقاذ الوطن. احنا لا نزيد في الوطنية وحب البلاد على أي تونسية وتونسي، ولكن ما يسالش نقولوا احنا زاد من جملة التونسيات والتونسيين نحب بلادنا وقيمتنا من قيمة بلادنا ومن رموز بلادنا ومؤسسات بلادنا. كفانا عبث بلا بديل، علينا اليوم أن نتوجه نحو خيارات وطنية. إذا نحكي على السيادة الوطنية والاستقلالية القرار الوطني، راهو ماهوش بالشعارات والخطب البرلمان، راهو بالبذل والعطاء وكيفاش نخلقوا الثروة. ومن بعد ثروة نتعاركوا عليها، اليوم نتعاركوا على الفقر، نتعاركوا على المسيرية، نشوفوا معناها مكاسبنا الوطنية، معناها مرافقنا الصحية كيف انهارت، منظومتنا التربوية كيف انهارت، منظومتنا البيئية الفلاحية على جميع المستويات، وإحنا مازلنا نغنوا وجناحنا يرد علينا. كفانا عبث بالبلاد هذه، أكيد جدا أنه البرنامج معناها واضح وما يزيدوا
احكي لكم عليه. احنا قسمنا الى ثلاثه لجان، لجنه اقتصاديه ولجنه سياسيه ولجنه اجتماعيه. تو بعد نتفقوا قبل ما نخرجوا من هناك باش نبلغوا اللجان هذيك باش تتوسع، وين المقر باش تشتغل فيه، وكيفاش معناها تاخذ منسق فيما بينها. ثم بعد ذلك معناها هناك جهه سادسه تعطي فيها كل المحاور للنقاش وتعميق النقاش. ثم بعد ذلك ننفتح على مكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنيه لمزيد التعمق في ضروره معناها التصور يكون شامل ويكون معناها يخدم الاهداف نتاع انقاذ الوطن. الاخوات والاخوه، بدون اثاره احنا شريك من جمله شركاء اخرين، فهمني اللي كفوا مشكورين، مرحبا بكم مره اخرى. فمباشره من بعد تنضجع معكم نحل الكلمه للسيد عميد المحامين، ثم معناها السيد رئيس الرابطه التونسيه لدفاع حقوق الانسان، ثم اكون عبد الرحمن الجديري رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي. مره اخرى مشكورين، تفضل السيد عميد. شكرا سيد الوزراء مدير الضوبي، صباح الخير. شكرا كذلك السيد رئيس الرابطه والسيد معكم الاساسي رئيس البلدان، ضيوفنا الكرام وشركائنا وخبراتنا وزملائنا ونخبه الوطن، صباح الخير مرحبا بكم. خبراتنا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، أحييكم من السفل ومرحبا بكم، شرفتونا اليوم معكم. الحقيقة مش توظيف التأثير اللي قالت الأخ، اجتمعنا اليوم واجتمعنا حتى منذ غداة ديسمبر لإطلاق مبادرة وطنية، بعد ما حقيقة وصل الأمر بنا إلى مرحلة الخطر على جميع مستويات البلاد، ونحن المنظمات الوطنية قال لا ندعي أننا الوحيدون الوحيدين الوطنيين في البلاد، ولا نحتكر الوطنية، لكننا اعتبر انفسنا من المنظمات التي لنا تاريخ في انقاذ واطلاق المبادرات الوطنيه لانقاذ بلادنا، كل ما احتاج لنا الوطن واحتاج لنا الشعب التونسي. والحقيقه نحن صبرنا كثيرا على اوضاع بلادنا، لكن اللي قلقنا اكثر هو ما فماش حتى جديد، وما فماش تغيير، وما فماش أي رؤية سواء سياسية أو خاصة اقتصادية أو اجتماعية لإنقاذ البلاد وتغيير واقع البلاد والأزمة اللي الناس كل الآن تتفق على تشخيص الواقع بتاعنا بما فيهم أصلا حتى الحكومة نفسها أن هناك أزمة كبيرة على جميع المستويات. و هذاك علاش حقيقة السيد أمين العام بارك الله فيه اتصل بيا واتصلنا مع بعضنا وجلسنا مع بعضنا، ثم مع السيد رئيس الرابطة والسيد رئيس المنتدى وكذلك اجتماعاتنا. والحقيقة كانت طبعا شبه اتفاق كامل، طبعا طبعا نقاشات وحوار ويعني تبادل الأفكار، لكن الاتفاق كامل بيننا على تشخيص الواقع والأزمة السياسية والاقتصادية، وأنه لابد من التحرك وإطلاق مبادرة وطنية، وكذلك الحقيقة على ضرورة أن تكون هذه المبادرة بشكل جديد، كذلك تكون فيها الرجوع إلى أهل لأصدقائنا ورفاقنا وربطنا كل من أهل الخبرة في جميع المجالات، حتى تكون مبادرة مفصلة تفصيلية فيها مقترحات حقيقية لإصلاح الوضع، وضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لأنه انهكتنا تجارب كبيرة كل مرة تفشل.
أعرف أن احنا بعد ثورة الحرية والكرامة يعني أكيد من روحي مش نعرف من طول بعد ما نتكرر يعني تونس شاف في برشا معناها في لغات هذية ثبتت معناها الصعوبات اللي معناها مرينا بها أن هي خيارات زادة ماهياش ناجحة 100% على جميع المستويات سواء على المستوى السياسي حتى الدستور 2014 لما كان توافق وربما توافقات جديدة هي اللي خلات معناها أسباب الفشل في الدستور هذا لأنه كانت توافقات أحيانا غير طبيعية وغير عادية في الدستور معناها بثلاثة رؤوس ودستور له نظام رئاسي له نظام برلماني النظام معناها سياسي كان غير معناها طبيعي وغير موازن وزادت قيمة بقى عدم إرسال المحكمة الدستورية لحل الخلافات وأدى ذلك المشاكل معناها تاع النظام الانتخابي اللي أنتج عنه سيف وسيف كبيرة في مجلس نواب الشعب والمشاكل اللي شفناها الناس الكل واللي أثرت على كثير تماسة في الأحزاب السياسية وفي المشهد السياسي بصفة عامة. ونجرب عليها ان كل حد يقول لك انا ما نتحملش المسؤوليه حتى الاحزاب السياسيه اللي شاركت في الحكم اليوم قال لك انا ما نتحملش المسؤوليه وشفنا فيها فترات بتاع اغتيالات وبتاع شهداء معناها استشهاد شهداء من بعض معناها رفاقنا وزملائنا الشهيد شكري بعيد الشهيد ابراهيم وللاسف معناها الناس هذوما اللي يتحملوا مسؤوليه كبرى معناها افقدوا الشعب التونسي الثقه في بعض الاحزاب السياسيه وأخذوا الثقة حتى في اللجوء اليوم إلى الانتخابات خاصة بعد فشل معناها حتى المسار الجديد مسار 25 جولية في إقناع الشعب التونسي بصحة توجهاته 100% والتعطل الكبير في إنجاح هذا المسار ويعني عدم الوفاء بالعهود اللي الناس كل بنات عليها آمال كبيرة في 25 جولية. حقيقة اليوم مرحلة صعيبة مش مستاهل ونعرف انه المبادرة هذه يلزمها تنجح ويلزم يكون عندنا منهجية واضحة وخارطة طريق واضحة تسخير زمن ويلزم العمل يكون عمل يعني صح التعبير علمي وتقني ومنهجي وكذلك ما نشكش في بركة الله عندنا من الكفاءات كما قال الأمين العام خلينا عنا الأفكار وعنا الاقتراحات للحلول لكن نعرف بمرحلة دقيقة ومرحلة صعيبة برشا وكذلك لابد من أنه من طالب الحلول زاد قبل كل شيء لإنجاح هذه المبادرة على مستوى يعني الشكل قبل الأصل نعرف في الأصل إن شاء الله عنا معناها حلول كبيرة لكن لابد من إنجاحها كذلك على مستوى الشكل اللي يهمنا برشا انه احنا اليوم لانه يعني اليوم في وضع مش لا نحسب عليه نحن ما احناش كيما مرحله 2013 اصعب برشا ولانه اليوم عنا الناس كل فضل بعض على صراعات بين حتى الاحزاب وكذلك عنا مؤسسات وعنا رئيس جمهوريه منتخب بالصندوق وعنا معناها حكومه قائمه ورغم معناها الفشل الذريع كما قلت لابد من الذكاء في التعامل مع هذه الوضعيه وتعتمد معناها الدخول ربما في قوس مش مساله سيدنات نحن لا نتخوف بالنسبه لكن بذكاء لابد ان نتعامل مع هذه الوضعيه بذكاء حتى ننجح في هذه المبادره وما عندنا رغبه الا نجاح هذه المبادره لانه مسؤوليه تاريخيه ونحبوا نشكر مبادرتنا ونوصلوا بها البر الامان لانه في نشكر مبادرتنا هو نجاح لتونس ولابد من ان ما نسقوش احداث احيانا نتعاملوا بذكاء وبمرحليه وحسب تطور الاحداث ولكل حادث كحديث في الغلاء ولكل مقام مقام. شكرا لكم بارك الله فيكم على وطنيتكم وحبكم لتونس كذلك جيتوا اليوم وارتحقتوا بنا في هذه المبادرة مش تعاونوا بلادكم مش تعاونونا إن شاء الله من أجل أعداد مبادرة ممتازة وقيمة تساهم في الخروج من هذه الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والله هو ولي التوفيق للجميع وشكرا شكرا لكم. جاب لي الميكرو بتاعي. مش لازم. اسكت.
السيد كمال عام، السيد نورين طابوبي، شكرا السيد عميد حاتم، شكرا سي عبد الرحمن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الصبية والاجتماعية، شكرا للحضور الكريم، شكرا لكم على تلبية الدعوة للجمعيات والمنظمات المبادرة بهذه المبادرة الوطنية للحوار والإنقاذ. شكرا، أود أن أتوجه كذلك بالشكر لكل الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية التي عبرت على دعمها ومساندتها لهذه المبادرة الوطنية للإنقاذ. أعتقد أن اليوم التشخيص العام لوضع تونس لا يختلف فيه اثنان. نتفق الكل أنه وصلنا إلى مرحلة لانسداد النفاق على كل المستويات. مرحلة فيها أزمة سياسية خانقة تتجلى مظاهرها في أول حاجة في انتخابات مجلس نواب الشعب والنتائج ونسبة المشاركة الهزيلة وعزوف التونسيين والتونسيات على المشاركة في الدور الأول من الانتخابات، والتي نعتقد أن نسبة المشاركة ستكون أضعف من المرحلة الأولى. شوفوا تجليات الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي التي مست كل الشرائح والأطراف. شوفوا تجليات الأزمة على عديد المستويات. اليوم نتفق الناس كل أنه هناك غياب الحلول وغياب الأفاق وفشل تام لهذه المنظومة لحكومة الحكومات التي تعاقبت منذ مدة على إيجاد حلول للخروج بتونس من هذه الأزمة اللي الحقيقة ما عادش نجم نتناسك المفاهيم. نحن المنظمات اللي عندنا من المسؤولية ما يجعلنا نتحمل مسؤوليتنا وتم التشاور بيننا لإطلاق هذه المبادرة. المبادرة كما قاعدين نشوفوا في الأوراق المعروضة عليكم على ثلاث مستويات. ونعتقد أنه لا يمكن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية دون المرور بالأزمة السياسية وإيجاد حلول إليها. ولذلك تم الاستنجاد بالخبراء في القانون الدستوري وفي القانون العام وفي القانون لإيجاد حلول لخروج من هذه الأزمة. كما قالوا الأصدقاء، نحن ماناش كراهية في البلاد، بلاكا ووطنيين، ويزيد علينا حد في وطنيتنا. واليوم ماناش دعاة حكم ولا نرنو إلى الحكم أو إلى افتكاكسون. اليوم هذه المبادرة تتنزل في إطار إيجاد حلول جدية علمية عملية للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تخاطر فيها. اليوم استجبنا بكم وطلبنا مساعدتكم ومشاركتكم لإعداد هذه الورقات التي كما قال من سبق السيد العميد أكيد سبق على السلطة السياسية التي سنرى أو أتمنى أنها تتفاعل إيجابيا مع كل هذه المقترحات التي سنقدمها. اليوم يجب أن تكون هذه المبادرة مبادرة علمية، مبادرة ممنهجة مسقفة زمنية، مبادرة تقدم حلول جدية وحلول عملية على كل المستويات. ونتمنى لكم ولنا التوفيق في هذه المبادرة للخروج من بتونس من هذه الأزمة، أزمة اللي ما عادش التونسي مختلف شرائحه ما عادش ينجم يواصل يعيش في هذه الحالة من التخبط والفشل. شكرا لكم جميعا، بالتوفيق لكم ولنا. شكرا. شكرا. شكرا للاتحاد على توصيل الشغل صحته وبدر، وشكرا لكم جميعا لتلبيه الدعوه لصنع المبادره. في حقيقه الوضع اللي مش عارف مساله واحده هي مساله خاصه بمعاناه الشعب التونسي والمساله الاجتماعيه. اليوم شعبنا يعاني، الشعب التونسي يعاني في معاناه كبيره. غلاء اسعار شرائح واسعة من الشعب التونسي اليوم في صدد المعاناة. عندك الهجرة غير النظامية اليوم أكثر من 30,000 اللي غادروا البلاد التونسية. يجيني واحد كيما محمد العكرمي اللي كان يفوت على الحضارة رقم واحد. يجي يخدم كل كان يجي يقول لي أنا مش تحت محمد في فرنسا. في 32,000 اللي غادروا بلادها بسلام. عندنا منذ تاريخ الثورة إلى يومنا 100,000 في قطاع مدرسي كل سنة يغادروا، هذول يشكون ولاد الاحياء الشعبيه ولاد الفقراء والمهمشين. كذلك بالنسبه للهجره غير النظاميه راهو ما تبدلش البروفيل، راهو يكفي تزوروا عائلاتهم هنا في الاحياء الشعبيه في تونس العاصمه
وتشوف ظروفهم المعيشيه تعرف شكون بلاد ولا حرف. فبالتالي بلاد الحضائر بلاد المعطلين على عمل بلاد القانون 32 اللي وعدتهم السلطه وربطت رائد الرسمي. فكل هذه القضايا اليوم الناس ما عادش عندها حتى اثار عدم الثقه مع السلطه، وكذلك السلطه اللي تركت كل هذه الملفات وهذه القضايا على الشعب وخاصه معاناه المواطن التونسي اليوم في المقدره الشرعيه. لكل هذه الاسباب فعلا يعني كنا ننتظر في مبادره طاقه لندى الاخ مدير الضبوبي، لانه المرحله ما عادش تجد تنتظر اكثر، لان الناس ممكن غدوه طابت في غدوه تصير انفلات، والناس اللي طالب على حقه والناس اللي وصلت الى درجه من الفقر ومن الحاجه. فاليوم مساله الحوار والانكباب على بدائل الواقع وضروره التعمق في هذه المسائل اليوم قرروه، لانه امس كان بكري غدوه مستاخر. نامل على تحمس الجميع ونامل على الوصول الى نتائج ايجابيه ونتائج مشرفه. شكرا. كما اقول اود بعد الاتفاق